يعني أكيد الكبد يعني من أهم الأعضاء في الجسم وهو يعني اللي مستحمل فلتر. كل حاجة الفلتر, الفلتر ده أي شوية دواء زيادة يروح الكبد يخضوه أي أكل فيه مشكلة يروح يقولك لك يعدي على الكبد لو لو أنا عايز أحمي الكبد بتاعي لو بعض النصايح من حضرتك وإحنا يمكن متبقى في الحلقة مش كتير لكن إزاي إزاي أحمي الكبد بتاعي كعضو مش مهم كان من أهم أعضاء الجسم إن أنا ما أرهقوش يعني هو فلتر الجسم زي الكلى يعني بي بي يعني ضد اي عوامل ضاره داخليه الجسم يفرزها او خارجيه زي ادويه زي حاجات موجوده في الاكل الحاجات كلها بتتعمل في الكبد انما مش ان انا اولا الاكل يكون صحي دي, دي رقم اساسي الرقم اثنين قلنا ممارسه الرياضه بدا الاهتمام على مستوى العالم كله وان احنا م. فعلا الرياضه دي عنصر صحيح. اساسي لامراض كثيره جدا جدا والنقطه اللي انا قلت عليها جهاز المناعه ان انا اخليه فعلا اللي هو ده المقاوم ده بيحمي لي الكبد ان انا بالرياضه وبالاكل الكويس بالظبط والنوم الهادئ ده مهم جدا الحاله المزاجيه يعني ما بقاش متوتر الحاجات دي كلها دي من الحاجات اللي الهامه جدا وده بنقول نرجع للهدوء بتاع زمان وممارسه الرياضه والاكل الصحي بتاع زمان